من جديد اهلا ومرحبا بكم مشاهدي سودانية 24 متابعين مجلة معايشة الأسبوعية. يمكن في الحلقات السابقة تحدثنا عن الزيادة اللي تم تطبيقها على الوقود، على المواصلات، على الكهرباء، على الرسوم الصادر. تحدثنا عن الزيادات على مختلف الأصعدة. اليوم في قضيتنا حنتحدث أيضا عن الزيادات، لكن للأسف الزيادات هذه المرة بتخص بتلمس بشكل مباشر صحة وحياة المواطن. ولما أقول المواطن أنا بعني بالتحديد المواطن صاحب الدخل المحدود. حنتحدث عن الزيادات اللي تم تنفيذها على رسوم الخدمات الصحية. وزيادات بتحكي عن واقع واحد لا غير، من يدفع بالمقابل يعيش. للوقوف على زيادة الخدمات الطبية في ظل وضع صحي متهالك وخدمات رديئة، أرحب بدكتور محمود القائم مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم. أهلا ومرحب بك. أهلا بك، مرحب بتلفزيون 24، مرحبا بمشاهديكم ان شاء الله. مرحبا بك. بدايه دكتور محمود، عايزين يعني حتى يكون المشاهد معانا في الصوره، عايزين نعرف من مصدر القرار في زياده الخدمات الطبيه، وزاره الماليه ام وزاره الصحه؟ وطبعا يعني الناس عارفه مع كل ميزانيه بتكون في مراجعه للاسعار خدمات عموما يعني في كل الدوله، يعني في اسمه القانون المصاحب للميزانيه بيعملوا فيه الأسعار بتاعت الخدمات كلها، سواء كانت صحية تعليمية أي أسعار بيتعامل بها الحكومة، لأنه بدون قانون ما في، يعني الحكومة ما تقدر تشيل مال من أي جهة إلا يكون في قانون بيسنده. فسنويا مع كل ميزانية بتعمل القوانين المصاحبة اللي هو بتكون فيها تسعير الخدمات. وعادة نحن يعني في قبل كل ميزانية بتكون لجنة، وإحنا كوننا لجنة في وزارة الصحة أعضاء من كل التخصصات، يعني المستشفيات الكبيرة، مستشفى درمان، مستشفى بحري، مستشفى خرطوم، وبعد ذاك المستشفيات المتخصصة زي العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة والأطفال، بيجوا الأخصائيين بيقعدوا معنا في لجنة بيشوفوا الأسعار بتاعت الخدمات السائدة كيف، بعد ذاك بيشوفوا التكلفة بتاعتها في حسب المدخلات بتاعتها يعني، وبيتعامل بعد ذاك التصور بتاع الأسعار الجديدة بناء على الشيء الحاصل في السوق يعني. لأنه طبعا كل مدخلات الصحة هي ما في حاجة بتنتج يعني محليا يعني، كلها مستوردة وعندها علاقة بالدولار وسعر الدولار وسعر العملة يعني. واللجنة دي تمت تكوينها وناقشت الأسعار كلها في كل التخصصات، ناس المعامل والأشعة وكل التخصصات حسب التكلفة الحقيقية اللي هم بيشوفوها من في السوق يعني لما يشتروا المدخلات يعني. وتم رفع المقترحات للولاية، لأنه الولاية هي اللي بتجيز الأسعار، لأنه زمان كان في المجلس التشريعي هو بيجيز الأسعار وبيجيز الميزانية. الآن بيجيزها مجلس المدراء في الولاية برئاسة الوالي، وبيتم نقاش للأسعار دي وبعد ذاك بيتم التوافق عليها. وإحنا يمكن قعدنا أكثر من 5 اجتماعات مع السيد الوالي وناقش الأسعار وراجعها ونقصها، ويعني 5 اجتماعات يعني. احنا افترض الميزانية تجهز في نهاية شهر 12، احنا قعدنا لغاية ربع يعني نصف الأول من شهر فبراير حتى نوافق على الأسعار، وتم إنزالها في السيستم بتاع الأسعار الولاية. طيب كمدير عام لوزارة الصحة، ما ليه بتلجأ الحكومة دائما للحلول الضعيفة وقراءتك للزيادات؟ والله ما حلول ضعيفة، ما هي خدمة لازم أنا أقدمها، لو ما قدمتها أنا في الولاية بالسعر الأقل من القيمة حقتها، المواطن حيضطر يمشي قطاع الخاص وحيدفع أكثر من الكتة اللي كان حيدفعها في الحكومة عشرات المرات. يعني أي واحد فيكم ممكن لو في واحد من الخدمات حقة الولاية الأجهزة دي تشوفوا سعرها كم، واطلعوا طوالي أقرب مستشفى خاص شوفوا السعر بتاعكم، فأصلاً ما في مقارنة بين السعرين، والتكلفة تكلفة أقل من التكلفة الحقيقية حقة الخدمة. والإشكال في أنه نحن لو ما قدمنا الخدمة بالأسعار المعقولة حسب التكلفة بتاعتها، أنا بكون يعني خليت المواطن يضطر يمشي القطاع الخاص ويدفع قدر السعر اللي احنا خدناه في الوزارة عشرات المرات حقيقة. فده حماية للمواطن من أنه هو يضطر يمشي يعمل يعني يضطر يمشي الخدمات الخاصة يعني. طيب بالتأكيد قرار الزيادة عنده انعكاسات حتقع كارثية، حتقع على المواطن في ظل ضيق المواعين أو ضيق مواعين خدمات التأمين الصحي.
طبعا التأمين الصحي جزء من الجهات اللي بتمول الصحة. يعني التأمين الصحي لو عمل تغطية للسكان مثلا بأي نسبة 70% 80%، المواطن ما حيكون عنده مشكلة في أي سعر احنا نخطه في الولاية، لأنه هو ما حيدفع قيمة الخدمة. نعم. التأمين بيتكفل بالخدمة بتاعته. فالتأمين طبعا هي التأمين الصحي تابع لوزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة هي اللي بتقدم الخدمة، التأمين بيشتري الخدمة من الصحة. فالشيء المهم هو التغطية بالتأمين. نعم. للناس الفقراء والمساكين اللي هو جزء من الجهات اللي بتدفع لهم هي الزكاة. يعني في التأمين الصحي في عاملين في الصحة بياخذوا منهم نسب معينة من المرتبات حقتهم، لكن غير العاملين الفقراء والمساكين بتدفع لهم الزكاة كل الخدمة حقتهم، والمعاشين بتدفع لهم الجهاز بتاع المعاشين، وهم بيدفعوا في الخدمة ربع القيمة بتاعت الدواء. نعم. للحاجة السيستم شغال بالنسبة للتأمين الصحي بالنسبة للخدمات الصحية. طب في سؤال بيطرح نفسه، يعني هل المستشفيات هي بالجودة وبالكفاءة اللي بتستحق الزيادة؟ والله طبعا يعني نحن يعني ما بنقول والله نحن جودتنا هل خلاص حسب طموحنا، يعني الناس معروف الظروف بتاعت البلد واللي بتمر بها البلد، والمستشفيات دي يعني قبل شهور كانت شبه واقفه يعني. الان الحمد لله يعني المستشفيات تقريبا كلها اشتغلت طوارئ واشتغلت الخدمه البارده حقتهم. فيعني هو ما بالجوده اللي انا بقول والله خلاص دي الحاجه اللي انا خدتها في الجوده حقتي، لكن على الاقل بقدر الامكان بنجتهد في انه نقدم خدمه ترضي المواطنين يعني. طيب في اقسام طبيه ومهنيه رفضت الزيادات، طب هل رفضها ممكن يلعب دور او الاقسام هي ذات تلعب دور في؟ والله الاقسام يعني حقيقه يمكن ما عايشين الواقع حقيقه، يعني اي زول بيقال كلام في الاسعار دي هو ما عايش الواقع. يعني لو جاء زول من مستشفى بيشتري المواد دي مثلا للعمليه، بيشتري المواد اللي بيشتغل بها العمليه او اي خدمه فحص بتاع معمل، ما بيقول الكلام ده. طبعا الناس يعني ممكن من حريه الحديث متروك لهم انه يعلقوا ويقولوا اي كلام، لكن الواقع مختلف من الكلام اللي بتقال يعني من الناس المعترضين على الاسعار. يعني ما عايشين الواقع حقيقه، والناس عارفه انه يعني الاسعار دي ما بقت في الصحه اللي بتجيب مدخلاتها من برا بالدولار. الاسعار دي في حتى المنتجات المحليه حقتنا ناس عايشينها، يعني ما بقت في الصحه اللي هي حاجه مهمه جدا ولازم الدوله توفرها بالسعر سعر التكلفه حقتها، وبعد ذلك عشان المواطن ما يضطر يمشي يعني القطاع الخاص. طيب نتفق انه المستشفيات الحكوميه هي بتقدم خدمه لشريحه ضعيفه جدا وشريحه وقدرتها الماليه ذاتها محدوده، كيف ممكن توفر مال للزيادات اللي اجازتها السلطات؟ وطبعا يعني بعد اجازه الاسعار كان في دعوه من مجلس السياده باجتماع فيه وزير الماليه الاتحادي وزير الصحه الاتحادي والوالي الخرطوم. نعم. وعضو مجلس السياده دكتور عبد الباقي، وتناقشت الامور دي كلها وشرحنا لهم الطريقه اللي اتعملت بها الاسعار والقيمه الحقيقيه حقت الاسعار، وهم اقتنعوا مقتنعين كلهم بانه الاسعار دي هي اقل من التكلفه حقتها. لكن الكلام اللي انت قلتيه في انه المواطن الضعيف ده لما يجي الطرق بتاعت معالجه مشكلته تكون كيف، وكان القرار بانه ناجل التنفيذ بتاع الاسعار دي لغايه ما يقعدوا ناس التامين الصحي وناس الماليه الاتحاديه واصدقاء المرضى والدوله تقول والله يا اخي المريض لما يجي يا اما عنده تامين صحي خلاص ما عنده مشكله، يا فقير يجي مثلا ما عنده حق التكلفه كلها حيتفقوا فيها شنو اللي بيدفع من الزكاه، ويكون في يعني ناس بتاع يعني الاجتماعيين اللي قاعدين في المستشفى بيحددوا حوجة المريض، يعني يقول والله المريض ما بيقدر، والمدير الطبي بيقوم عمل التكلفة حقت الخدمة ويخفف للمريض، ممكن يكون مجان يعني هو عنده حق اختيار انه يعني ما ياخذ من المريض ده حاجة، او الجزء اللي بتدفعه الزكاة او خدمة المرضى اصدقاء المرضى في المستشفى، والحاجة اللي بتوفقها وزارة المالية لمعالجة الامر. طب عموما في اي اجراءات متبعه عشان تخفف من حده السياسات الحكومه الجديده تجاه القطاع الصحي؟
والله الحكومة بتجتهد في أنه توفر التمويل للصحة بقدر الشيء المتوفر يعني في الدولة، ويعني تكلفة الخدمة الطبية طبعا خدمة عالية جدا يعني ما زي الخدمات الثانية، والتكلفة الحقيقية حقيقة تكلفة عالية شديد، وده ممكن لو يعني الناس عملت بحث في أنه تمشي أي قطاع آخر بيقدم خدمات طبية وشافت المقارنة بين الأسعار الحكومية وأسعار الخارجية اللي هو بيبنوها على السوق هيكون فرق كبير جدا. يعني مثال يعني مثلا فحص البول، الأسعار بالمناسبة ما وجدت إلا من 2018 ما حصل تغيير فيها، اللي هي أسعار 2018 اللي هو كان أجازة المجلس التشريعي. مثال مثلا الفحص البول ب 20 جنيه حتى الآن، الكونتينر الفاضي ده ب 150 جنيه اللي بيجيبوا فيه العينة ب 150 جنيه. فشوف السعر قدر شنو والتكلفة بتاعته قدر شنو، خليك من الفحص والحاجات دي كلها، بس الكونتينر من 20 جنيه والفرق ب 150 جنيه، ففرق كبير جدا. وما عملناه ب 150 جنيه، احنا خليناه ب 100 أقل من تكلفة الكونتينر بس. فيعني وقس على ذلك كل ده مثال بسيط عشان الناس تعرف الفرق بين القيمة اللي خدتيناها نحن والقيمة الحقيقية حقت الخدمة يعني. طيب دكتور محمود، قراءتك لاتجاه الحكومة في سياسات التحرير الاقتصادي وتطبيقها على المجال الصحي بالتحديد؟ طبعا يعني ما في دولة في العالم مهما كانت يعني هي ثراء عندها علاج يعني مجان. أمريكا ما فيها علاج مجان، ولا في الدول الخليج ما في علاج مجان. يعني الدولة بتحمل جزء من التكلفة، والمواطن بيتحمل الجزء الثاني، والدولة عملت سيستم اللي هو سيستم التأمين الصحي اللي هو ممكن هو ده العلاج الأمثل للحل الإشكال، أنه يعني الناس بتشارك مع بعض بتدفع في التأمين الصحي، بعد ذاك اللي بيمرض وعدد منهم بسيط بيشيلوا من التكلفة حقت المريض يعني. وده الأسلوب الصحيح في أنه يعني مقارنة مع التحرير الاقتصادي والسوق المفتوح يعني. طيب خلينا نقف على ارتفاع الرسوم الحكومية داخل المرافق الصحية والمستشفيات على أسعار الدواء. على أسعار الدواء. الدواء طبعا هو يعني هو إيشو ما ولائي، هو طبعا مسؤول منه الأرصحة الاتحادية والإمدادات الطبية هي اللي تستورد الأدوية باسم وزارة جمهورية السودان، وهي اللي بعد ذلك بتوزعها للولايات عبر الإمدادات الطبية. أسعارها برضو بتكون مرتبطة بالأسعار العالمية وأسعار الدولار في العالم يعني وفي السودان. طيب دكتور محمود، قراءتك للوضع الصحي عموما وقادم أيامه؟ والله يعني أنا يمكن إحنا يعني تم تكليفنا خلال قبل 3 شهور 4 شهور، حقيقة الوضع كان سيء جدا. نعم. يعني المستشفيات تقريبا كلها كانت واقفة. طبعا الناس عارفة الوضع مع كورونا والوضع الصحي في السودان وفي العالم كله بجائحة كورونا، وكان فعلا مؤثر على النظام الصحي في السودان زي ما أثر على أقوى النظم الصحية في العالم. والحمد لله يعني يمكن السودان بإمكانيات الموجودة والدعم من الدول الصديقة ومن المنظمات يعني قدرنا عبرنا الفترة بتاعت الجائحة، والآن يمكن الكورونا ماشية في انخفاض الحمد لله، والدولة شغالة في تطعيم للكورونا، وممكن آخر حملة كانت الأسبوع الفات وحتى الآن شغالة. الوضع في تحسن الحمد لله. يعني أنا مستشفيات قبل 4 شهور كانت متوقفة تماما، مستشفيات الحوادث، والحمد لله كل الحوادث الآن شغالة، والمستشفيات الثانية اللي ما فيها حوادث شغالة التنويم البارد وكده، والعمليات بقت تشتغل. يمكن الحاجة الوحيدة اللي هتأثر في عدم يعني إجازة الأسعار، لأنه المؤسسة الصحية لو ما قدرت يعني تعمل يعني إعادة تمويل للحاجة اللي هي قدمتها ما حتقدر تقدمها المرة الجاية يعني. نعم. هذه واحدة من الحاجات المهمة أن الناس ترجع تعمل التسعيرة بعد المعالجات اللي اتفقوا عليها في الاجتماع المشترك. إن شاء الله يعني نحن نعمل في أنه المجال الصحي يعني يستعيد النشاط بتاعه، وإن شاء الله نقدم خدمة ترضي طموحنا وترضي طموح المواطنين إن شاء الله. نتمنى طبعا إن شاء الله. طب خلينا دكتور محمود نرجع لورا شوية ونقف على أزمة القطاع الصحي وطرق علاج الأزمة.
القطاع الصحي زيه زي بقية القطاعات يعني، عانت برضو في الفترة الأخيرة من الإشكالات العامة والظرف الاقتصادي بتاع البلد، ويمكن الدولة قالت يعني على نفسها أنها تقدم دعم للقطاع الصحي وقطاع التعليم في الميزانيات كلها، ده الإشي الكبير اللي بيذكر في الميزانيات. نحن إن شاء الله مؤملين يعني في الفترة الجاية دي يعني الدعم للصحة والتعليم يكون هو الكبير، لأنه الاثنين برضو مرتبطات مع بعض، وإن شاء الله يعني الأمل كبير في أنه الناس تمشي لقدام يعني في الفترة الجاية. طيب دكتور محمود، أخيرا موقف الوزارة من قرار الزيادات، وماذا أنتم فاعلون بشأن هذه الزيادات؟ طبعا زي ما ذكرت الزيادات دي طبعا كانت حاجة منطقية، وكانت عملت بلجنة مشتركة من كل التخصصات من كل الجهات العاملة في الصحة، وتم قراءتها عبر لجان كثيرة مع السيد الوالي مع حكومة الولاية، وأجيزت، ويمكن تم إيغافها لحين ترتيب دراسة الوضع وعمل حلول مناسبة للمرضى ونتنامل إن شاء الله في الفترة الجاية يعني الخدمات تستمر بصورة منتظمة في كل مؤسساتنا الصحية سواء كان مراكز صحية ولا مستشفيات. نتمنى. مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور محمود القايم، شكرا جزيلا لهذه المساحة. شكرا جزيلا لك، الله يبارك فيكم. مشاهدي سودانية 24 متابعين مجلة معايشة الأسبوعية، بكده انتهت قضيتنا لهذا الأسبوع، لكن احنا لسه مستمرين معكم.